اوكي يا اخوان، مستر بيس حرفيا دمرت قناته بعد ما قتل شخص بيدعي انه كان يشتغل مع مستر بيس وفرح قناته بالكامل وقال انه مستر بيس نصاب، مقاطع مزوره ويروج القمار للاطفال واعلانات مضلله، وكان يعرف عن كريس وقال انه كان ما يوزع اي جوائز، كل شيء كان مزور حرفيا. اوكي يا اخوان، اتوقع الجميع بيعرف مستر بيس، الزلمه بالراحه بجيب 200 مليون مشاهد على كل فيديو بنزله. ما شاء الله تبارك الله. ولكن الصدمه انه جاك واحد قبل كم يوم واسمه دوك باك، تمام، وقال انه كان شغال مع مستر بيس من فبراير هاي السنه، تمام، وانطرد في شهر مايو وقرر انه يفضح كل شيء عن مستر بيس. ولكن هذا الشخص اجى معه بادله تثبت انه مستر بيس كان يكذب على متابعينه، وحكى انه كان فيديوهاته كلهم مزور، وحتى التحديات وحتى مين يفوز عارفين مين راح يفوز، وكله مكتوب على السكريبت، كله مخطط له، تمام، كل شيء كان مزور يا اخوان. الاتهام اللي بعده بيقول انه في مقطع كان اسمه 7 ايام ضايعين في البحر، والمقطع جايب 300 مليون مشاهده يا اخوان. او ماي جاد شباب، ديم يا اخوان الرقم عالي، ولكن الاخير ننصدم كل شيء كان مزور. لا، هون انتهت القصه يا اخوان، نهايه مستر بيس حرفيا. والمقطع يقول انه هن كانوا على خشبه بنص البحر، تمام، واعطوهم معدات يبنوا فيها مسكن، ما بعرف شو هيك، اعطوه خشب ومعونات واكل شوي، تمام، لحتى يمشوا حالهم على اساس. وقال كمان رموهم ل7 ايام في نص البحر، ووظيفتهم انه ينجوا بالبحر لمده 7 ايام. بس هذا الشخص طلع لقطه انه تبين انه هدول الاشخاص ما كانوا بالسرير، وكان السرير فاضي، واتهمهم انه كانوا يناموا في يخت طول الوقت وما كانوا بالخشبه هاي، ولا كانوا مرتاحين وعم صوروا، كل شيء كان مخطط له، تمام، وكانوا لاعبين الدور انه كانوا عايشين على خشبة لمدة 7 ايام وكانوا ضايعين، ولكن هذا الشيء كله كان مخطط له يا عزيزي المشاهد. احكي لكم شغله يا اخوان، هو اكثر راس البلاء اجت من صاحبه كريس، فمستر بيس الله يعينه ويساعده، يعني بعد هالكارثه الاولى من صاحبه الكريس اللي اكل منه، حتى اجته ضربه ثانيه من واحد فضحه، تمام؟ تمام يا اخوان، خلينا نتفق على الموضوع انه مستر بيس عامل فيديوهاته مزورا شوي، اوكي، اعتبره مثل المسلسل يعني، الا ما يكون فيه تزوير شوي عشان يطلع الفيديو يعني ممتاز وجيد، تمام؟ ولكن بالاخير بيطلع انه بجيب مشتركين، وهدول المشتركين اللي عم بيعطيهم جوائز على اساس بيعطوهم جوائز بيطلعوا مو مشتركينه الحقيقيين، بيكونوا لا اما ممثلين دافع لهم هو فلوس، تمام، اصحابه لا اما اصحاب اصحابه، تمام، فهذا الشيء يعني مو كويس ابدا، لانه عم بتضحك على متابعينه، هذاك عطيناك ضوء اخضر، ولكن هذا ضوء احمر يا حبيبي. تخيل يا اخوان، انا مثلا جيت قلت لكم جبت معي مشتركين، وانا بكون انا جايب الشله بالحاره وجايب ممثلين وجايب اصحابي كلياتهم، قلت لكم هاي مشتركيني خذوا هاي مليون دولار، مثال هاي مليون دولار، هذا ايفون الك، وانتم بالاخير بكونوا اكتشفتوا هذا الشيء، اكيد رح تنزعجوا ورح تتضايقوا، تمام؟ لاني بكون انا عم بكذب عليكم، تمام؟ فهذا الشيء اللي صار مع مستر بيس يعني ما كان لازم يعملوا هذا الشيء، ومن واحد اتهاماته انه واحد اسمه ماك، تمام؟ عرفتوا هذا الشخص يلي دخل مع مستر بيس 3 فيديوهات، تمام؟ خسر بالفيديو الاول، خسر بالفيديو الثاني، وبالاخير اجى بثالث فيديو وبالاخير فاز، تمام؟ كان كله عباره عن كذب، سيناريو مكتوب، اللي سمعته انه كانوا الناس يشجعوا بيك ماك كثير بالفيديوهات، تمام؟ لحد اخر مره فاز بالفيديو، تمام؟ خسر بفيديوهين، ولكن اخر فيديو، ثالث فيديو فاز، تمام؟ وهذا كل شيء طلع سيناريو مكتوب، كل شيء كان كذب، وضحكوا على الناس بقصته انه كان طالع من العدم، وانه مستر بيس لقاه بشكل عشوائي، لما جاء بالمقطع الاخير وفاز بمليون دولار يا اخوان، الناس فرحوا له بشكل مو طبيعي يا اخوان، بس طلع بهذا الفيديو انه هو مو شخص عشوائي ابدا نهائيا يا اخوان، انه هذا بيك ماك انتقل لنفس المدينة مستر بيس، وسكن في قصر بقيمة مليون دولار يا اخوان، بقبل ما يشارك بأي مسابقة يا اخوان، بقبل شهرين حتى يعني، بقبل شهرين، تمام؟ فهذا الدليل دليل يعني جدا قوي يا اخوان، ما في أي اعتراض، حتى مستر بيس، متخيلين؟ مستر بيس من كتر هالقوة الدلائل اللي عنده هذا الشخص دفع عليه قضية يا اخوان، انتم متخيلين؟ بس يمكن يا اخوان يعني مستر بيس لقاه عشوائي وسفر لعنده واعطاه مبلغ مليون دولار وقال له اسكن هون على القصر هذا وانا بتاخذك على فيديوهاتي، تمام؟ ممكن يا اخوان يعني، ليش لا؟
امزح معك شباب. والاتهام اللي بعده هو اقوى يا اخوان. تحيه للدعاء الخامس اللي تم ذكره في الفيديو، انه النتائج التي تم عرضها من التحديات هي نتائج مزيفه ويتم التلاعب بها. فمثلا عند التحدي بين الشباب والبنات يتم مقاربه النتائج بين الشباب والبنات بحيث انه تكون قريبه من بعضها في النتائج، ولكن فعليا بيكون في فرق كبير شاسع في النتائج بين التحدي بين الشباب والبنات. ولكن يتم عمل هذه الحركه حتى يتطابق نشر الفيديو مع سياسه الولايات المتحده للنشر. وفي احد الفيديوهات ايضا في تحديات يقوم بتزييف الفيديوهات، وبذلك يظهر في الفيديو انه يقوم باعطاء الناس مكافآت ماليه عن طريق البث المباشر، ولكن هذه الفيديوهات جميعها كذب. في بعض تحديات مستر بيس على الفيديوهات كان في بعض المزايدات الغير قانونيه اللي بتتم على الفيديوهات بشكل غير قانوني، وتم التبليغ عن 47 عمليه تحايل ومزايده غير قانونيه في الفيديوهات اللي تم نشرها. وبس يا اخوان، هذا كان مقطعنا اليوم. اذا عجبك المقطع لازم نوصل 100,000 مشترك باسرع وقت ممكن. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم.